أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب كل شيء ووارثه وخالق العالم ماضيه وحادثه. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، معدن الرسالة وفلك الفضل والجلالة، وعلى آله خير البرية المبتلين في أموالهم وأنفسهم ولن تبعد من الحق بلية. روي أن أمير المؤمنين عليه السلام لما ضرب ليلة 19 من شهر رمضان، وقد كانت وصيته تقدمت لابنه الإمام الحسن عليه السلام وجعله إماما بعده ونصبه علما للناس، فمما أوصى به للإمام الحسن عليه السلام ما روي عن الإمام الحسن قال: لما حضرت أبي الوفاة أقبل يوصي فقال: هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أخو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول وصيتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وخيرته اختاره لعلمه وارتضاه لبريته، وأن الله باعث من في القبور. ثم إني أوصيك يا حسن وكفى بك وصيا بما أوصاني به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان ذلك يا بني فالزم بيتك وابكي على خطيئتك ولا تكن الدنيا أكبر همك. وأوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها وعند الصمت والصمت عند الشبهة والاقتصاد والعدل في الغضب والرضا وحسن الجوار وإكرام الضيف ورحمة المجهود وأهل البلاء وصلة الرحم وحب المساكين ومجالستهم والتواضع لهم، فإنه من أفضل العبادة وقصر الأمل وذكر الموت والزهد في الدنيا، فإنك رهين موت وغرض بلاء وطريح سقم. وأوصيك بخشية الله في سرك وعلانيتك، وأنهاك عن التسرع بالقول والفعل، فإذا عرض عليك شيء من أمر الدنيا فابدأ به، وإذا عرض عليك شيء من الأمر الآخرة فتأنى حتى تصيب رشدك. وإياك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به السوء، فإن قرين السوء يعير جليسه. وكن يا بني لله عاملا وعن الخنا زاجرا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا وآخي الإخوان في الله وحب الصالح لصلاحه ودار الفاسق في دينك وابغضه بقلبك وزائله بأعمالك لئلا تكون مثله.
وإياك والجلوس في الطرقات، ودع الممرات ومجارات من لا عقل له ولا علم، واقصد يا بني في معيشتك، واقصد في عبادتك، وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه، والزم الصمت تسلم، وقد لنفسك تغنم، وتعلم الخير تعلم، وكن لله ذاكرا على كل حال، وارحم من أهلك الصغير، ووقر الكبير، ولا تأكل طعاما حتى تتصدق منه قبل أكله، وعليك بالصوم فإنه زكاة البدن، وجنة لأهله من النار، وجاهد نفسك واحذر جليسك واجتنب عدوك، وعليك بمجالس الذكر، وأكثر من الدعاء، فإني لم آلك نصحا، وهذا فراق بيني وبينك، وأوصيك بأخيك محمد، فإنه ابن أبيك وتعلم حبي له، وأما أخوك الحسين عليه السلام فلا أزيدك الوصاية به، والله خليفتي عليكم، وإياه أسأل أن يصلحكم، ويكف الطغاة البغاة عنكم، والصبر الصبر حتى ينزل الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم التفت أمير المؤمنين إلى أولاده الذين من غير فاطمة، وأمرهم باتباع أخويهم الحسن والحسين عليهم السلام، وأن لا يخالفوا لهما أمرا، وقال عليكما بتقوى الله، عليكما عليكم بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، فإني سمعت أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. انظروا إلى ذوي أرحامكم، يهون الله عليكم الحساب، والله الله في جيرانكم، فإنها وصية نبيكم، ما زال يوصيني بهم حتى ظننت أنه سيؤرثهم. الله الله في القرآن، فلا يسبقنكم بالعمل به غيركم. الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. الله الله في بيت ربكم، لا تخلوا منه ما بقيتم، فإنه إن يترك لم تناظروا. الله الله في صيام شهر رمضان، فإن صيامه جنة لأهله من النار. الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم. الله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب الرب. الله الله في ذرية نبيكم، فلا يظلموا بين أظهركم. الله الله في الفقراء والمساكين، فأشركوهم في معايشكم. الله الله فيما ملكت أيمانكم، ولا تخافن في الله لومة لائم،
يكفيكم من أرادكم وبغى عليكم. وقولوا للناس قولا حسنا كما أمركم الله، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتولى الأمر شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم، وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم التفت إلى الحسن والحسين عليهم السلام وقال: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكيا على شيء منها زويا عنكما، وقولا الحق واعملا به، وارحم اليتيم والصنائع واصنعا للآخرة، وكونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا وللمظلوم ناصرا، واعملا بما في الكتاب، ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم نظرا إلى محمد بن الحنفية وقال له: هل حفظت ما أوصيت به أخويك الحسن والحسين؟ قال: نعم، إني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك، ولا توثق أمرا دونهما. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما، وقد علمتما أن أباكما يحبه. ثم قال للإمام الحسن عليه السلام: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي ودفع كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها لأخيك الحسين عليه السلام. ثم أقبل على الحسين وقال له: أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تدفعها إلى ابنك هذا. ثم أومأ بيده إلى الإمام علي بن الحسين وقال له: أمرك يا رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد، فاقرأه مني ومن رسول الله السلام. ثم أستودعكم الله وهو خليفتي عليكم. ولم يزل ينطق بلا إله إلا الله حتى قبض أمير المؤمنين عليه سلام الله، فقام الإمامان الحسن والحسين عليهم السلام في جهازه وغسله، وغسله الإمام الحسن وكفنه في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص
وكبر عليه سبع تكبيرات وحمل إلى ظهر الغري ودفن هناك صلوات الله وسلامه عليه. صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا، فصار بالحق والإيمان مقرونا. ثم رجع الإمامان الحسن والحسين وإخوتهما من دفن والدهما أمير المؤمنين، وقعد في بيته ولم يخرج ذلك اليوم. ثم خرج عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب إلى الناس فقال: إن أمير المؤمنين قد توفي وانتقل إلى جوار الله، وقد ترك بعده خلفاء، فإن أحببتم خرج إليكم، وإن كرهتم فلا أحد على أحد. فبكى الناس وضجوا بالبكاء والنحيم، فقالوا: بل يخرج إلينا. فخرج إليهم الإمام الحسن وعليه ثياب سود، وهو يبكي لفقد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال الإمام الحسن: أيها الناس، اتقوا الله، فإنا أمراءكم وساداتكم وأهل البيت الذين قال الله فيهم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيها الناس، لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يلحقه الآخرون، لقد كان يجاهد مع رسول الله فيفديه بنفسه، ولقد كان يوجهه برايته فيكنفه جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله، فلا يرجع حتى يفتح الله عليه. ولقد توفي في هذه الليلة التي عرج فيها بعيسى ابن مريم، والتي توفي فيها يوشع ابن نون، وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا 700 دينار فضلت من عطاياه، أراد أن يبتاع بها خادما لأهله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله بآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. فعلى مثل الإمام الحسن فليبكي الباكون، ولينذب الناذبون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون،
والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل